بيبي 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 فوق يا بيبي فوق. ابراهيم انت ازاي؟ فين؟ انت مين انت؟ انت ونسيت كمان انت عملت ايه امبارح؟ لا أوه. لا ما تقوليش بيبي اوعى شفتها في افلام عربي كتير وقعد خرج من الاوضه وانا عملت ده كده. على فكره انت بتعمل ليه كده؟ وكمان انا زعلانه منك، ازاي تقفل باب الشقه بالمفتاح وتدخل اوضتك وتقفل برضه بالمفتاح وتسيبني طول الليل في الصاله؟ انا؟ ايوه انت. انت كش كش ما بيفتحش ليه؟ شش كلمي خالص كلمي، ما تفتحيش بقك ببنت شفا فاهمة يعني ببنت شفاك؟ عشان عم ابراهيم بره، انت فاهمة ولا لا؟ فاهمة. ايوه يا عم ابراهيم. هي جات لك تاني بنت الكلب دي؟ هو عم ابراهيم يعرف انك هنا؟ معرفش. عم ابراهيم هي ما تعرفش انك تعرف انها هنا. افتح بس يا استاذ سعيد. حاضر دقيقة واحدة. انت رايح فين؟ رايح افتح. هتفتح له ازاي وانا بالشكل ده؟ طب انا اعمل ايه؟ راجل واقف بره. اوعدك يا استاذ سعيد، المرة دي هحطها لك في صفيحة الزبالة. واقفل لك عليها لحد ما يبان لها صاحب. طب انا موافقه يا بيبي، بس بشرط واحد، بس بشرط واحد بس، ان انا وانت نبقى في صفيحه زباله واحده عشان خاطري. عم ابراهيم ينفع انا وهي نبقى في بس هو ما يقصدكيش خالص، هو يقصد حاجه تانية خالص، يقصد القطه. قطه؟ القطه. هو في قطه بتيجي هنا غيري؟ القطه التانية اللي بتقول نياو 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 نياو. والله بقول ايه يا عم ابراهيم؟ انت سامع حاجه كده؟ لا. طب كده؟ لا مش سامع. يبقى نزلت خلاص. خلاص هي نزلت من خباك المخرج، المشفق، الحمام، شباك الحمام، شباك. نزلت يا عم ابراهيم، انزل انت بقى شوفها من تحت، اتلقاها. لا حول ولا قوه الا بالله، القطه جننت الراجل. نزل. يلا خلاص انا نازله بقى، لحسن انت دمك تقيل النهارده طلع وما ينفعش اروح غير في النور. سلام. ما طبعا ما ينفعش تروحي بالليل. صدقتي يا عم ابراهيم، كل القطط ولاد ناس. طبعا ما صدقكش ولا اي حد في الدنيا ممكن يصدقك. هو ده اللي حصل يا خالي، هو ده اللي حصل. اسمع يا ابني، الست ما تديش نفسها لراجل إلا إذا كانت مطمناله، وإنت مفيش واحدة في الدنيا ممكن تطمن لك. بقولك قالت لي يا بيبي يعني الموضوع مطمن كان جدا. يعني إيه يا بيبي؟ أنا شرفني. أصل بطولك ومان وخليك جدع. بيبي هتوحشني، مع إنك كان دمك تقيل قوي النهاردة. أنا لو أعرف إن ده هيحصل له من التيتانوس كنت سعيت وأزايز. انت متاكد ان هي اللي شفتها وهي بتاخد الجواب؟ طبعا متاكد. ايه يا سعيد، هي عضه الكلب يعني اصرف على معك؟ عضه الكلب اصرف؟ انزلي بدل ما اقرمك، انزلي. عاوز تقنعني ان بقالك 20 سنه مش عارف تشوفها ازاي، ولما تيجي تقابلها تبقى هنا في الشقه جامي. طب ايه رايك بقى عند الفيكي؟ هي جت هنا وقالت لي يا بيبي. هي مين؟ جميله بتاعت الصبح ولا جميله بتاعت بالليل؟ لا جميله بتاعت بالليل. يبقى اكيد حلم ازاي؟ ها ما انت كنت موجوده جنبي في العربيه ساعه ما هي خدت الجواب. اول ما اقول لك انها جت هنا تقولي لي حلم. صحيح قلت لي كده. كده تهيؤات. تهيؤات ازاي يعني؟ سعيد انت لازم تعالج نفسك على الدكتور النفسي. بص على الحته اللي عندك دي. مساحة الحته دي؟ لا دي. طب ايه رايك تقطعي التورته بنفسك؟ تعالي بقى تعالي هو، عشان انت عايزه الضرب، انت عايزه الضرب كل شويه تقيسها فيه. ها كل شويه تقيس على فين؟ ده انا هبهدلك بهدله. ما بحسش
صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ناس جميلة. على فكرة جميلة، الكارت ده فيه كل حاجة عند كل القاعة اللي فيها التمثال. الكارت ده هيبقى مسؤوليتك أنت لوحدك يا جميلة. يا رب يا فندم أطلع عند حسن ظنك. والجواب ده كمان برضه جميلة. في دخولك المبنى ده سر جدا. أكيد يا فندم. الزحمة اللي هناك دي. انت مش شايفاني بشرح ليهم يعني كده ولا يتوهوا مني الناس؟ ينفع حضرتك كده؟ هما جنسيتهم ايه؟ ها؟ لا هما لا مالهمش جنسيه. نعم؟ قصدي هما يعني هما في جزيره غرقت في المحيط، فاحنا جبنا شويه منهم عشان يتفرجوا على زميلهم اللي غرقوا عندنا. طب ده الكارت بتاعي لو احتجت اي حاجه تحت امرك. ها متشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ انتي جميله؟ انتي جميله؟ انتي حضرتك جميله؟ انتي جميله خالص. عن اذنك اتفضلي حضرتك اتفضلي. انا يعني انت عايز تفهمني انك بتحب واحده بقالك 20 سنه وفجاه شفتها اتنين، واحده تظهر لك الصبح والتانيه تظهر لك بالليل، والاتنين اسمهم جميله والاتنين خدوا الجواب؟ غبي. اسمع يا بجم، كل واحد مننا جواه أحلام ورغبات نفسه يحققها. ناس كتير ما بتقدرش تحقق الرغبات والأحلام دي نتيجة أي ظروف. ومن الأحلام والرغبات يعملوا إيه؟ يتخزنوا في العقل الباطن، عقلك الباطن اللي صور لك إنها معاك في الشقة. أنا موافقك. طب الكارت اللي اديتهوني جميلة بتاعت الصبح في المتحف، الكارت ده أداة من أدوات اللي بيقنعك بيها العقل الباطن ويسيطر عليك. اطمن يا ابني. أنا بطمن طول ما أنت جنبي يا سيدي. أنا حسبت لك بما لا يدع مجال للشك إن كل اللي في دماغك دي تهيؤات. مش ده بنتها؟ مش عارف أنا متوتر ومرتبك خالص. أنا مش عايزك تتوتر ولا ترتبك، أنا عايزك تاخد نفس عميق جوه.